بانكم تقبلوا على منتجات رعاه النادي الاهلي، لان ده اللي هيخلي الرعاه دول يستمروا. يعني النادي الاهلي اللي ما تعرفوهوش يا جماعه، عن هذا عدلي القيعي وهو المسؤول عن التسويق، اداره التسويق بالنادي الاهلي، نادي المبادئ، نادي الاخلاق، بيحس الناس ومشجعي النادي الاهلي على الشراء وعدم مقاطعه المنتجات او الرعاه الرسميين للنادي الاهلي، عدم مقاطعه الرعاه الرسميين للنادي الاهلي. ولما نيجي نشوف مين هم الرعاه الرسميين للنادي الاهلي نلاقيهم شركات من شركات المقاطعه. لما يكون احد مسؤولي النادي الاهلي بهذه السذاجه وبهذه السفاهه، اين نادي المبادئ؟ اين نادي الاخلاق؟ اين نادي الاهلي الذي نعرفه؟ فين هو النادي الاهلي صاحب المبادئ؟ رغم انه عارف ومتاكد مليون الميه ان السبونسرز بتوعه من الشركات اياهم، اللي المفروض وبكل قوه نقاطعهم ونستمر في المقاطعه، وحمله المقاطعه بتاثر، ولو ما كانتش بتاثر ما كانش طلعوا وقالوا الكلام ده، ما كانوش حسوا الانديه ان هم يقولوا كده، ما كانوش اتكلموا مع المشاهير ان هم يحسوا ان الناس ما تقاطعش. بجد المقاطعه مؤثره جدا جدا جدا، وعايزين نستمر في المقاطعه. اما نادي المبادئ والاخلاق فننتظر رد من رئيس النادي محمود الخطيب او من اداره النادي برئاسه محمود الخطيب على عدلي القيعي، او هذا الكلام ايجاد مبرر لما قاله عدلي القيعي اللي بيحس فيه الجماهير النادي الاهلي ان هي تشتري المنتجات بتاعه الناس الرعاه الرسميين للنادي الاهلي بصرف النظر كانت هذه الشركات داخله في المقاطعه او لا. ولكن صدقني المقصود بهذا التدخل في هذا الوقت هي الشركات صاحبة المقاطعة، واللي احنا بنوصي كل أبنائنا بالمقاطعة، المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة. اعمل حاجة بسيطة، ساهم بشيء بسيط، لكن هذا المستوى من النادي الأهلي أصبح في الآونة الأخيرة لهو نادي المبادئ، لهو نادي الأخلاق، لهو النادي اللي يمكن ان احنا نربي ولادنا على تشجيعه، ان هم يشجعوه او ان هم يتمنوا ان هم ينتموا ليه او يلعبوا فيه. الرياضة اخلاق وتربية قبل ما تكون رياضة. لو ما كاينش الاخلاق ما كاينش الرياضة، لو ما كاينش التربية ما كاينش الرياضة. قولوا لي ارائكم في التعليقات، واللي ما شفتش اي نادي في العالم العربي عملها، مش بيكتفوا بس بان هم بيمنعوا الرايات لا، بيشجعوا على شراء المنتجات اللي الشعب بشكل بسيط الشعوب العربية بغية تقطعها، لأن عارفة كويس جدا هذه المنتجات بتروح فين وبتساهم في إيه. كل الدمار وكل اللي حل بإخواتنا بسببنا، بسبب سكوتنا، بسبب تغافلنا عن أحداث كتير. لا، قاطع، شارك ولو بحاجة بسيطة، المهم إنك تشارك، ما توقفش ساكت مهما كان اللي بيقول ومهما كان اللي بيتكلم، حتى لو بتشجع النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي مبادئ، اتعلمنا كده من زمان ان هو نادي المبادئ، لكن للاسف الشديد ما شفناش فيه المبادئ ولا شفنا فيه الاخلاق من سنين طويله. اتمنى ان اداره النادي تطلع ترد على عدلي القيعي وعلى هذا المشهد الهزيل، المشهد المسرحي اللي لا يليق باسم وسمعه ومبادئ النادي الاهلي. تحياتي.